الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استقيم صراط الذين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، يسر أمورنا، يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين، واكفنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وبلغنا يا ربي وسائر المسلمين مما يرضيك آمالنا، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. وما زلنا في الأمور المتعلقة بالجنائز، وتكلمنا في الجلسة الماضية على فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر. وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام حربيا كان أو ذمية، ويجوز غسله في الحالين، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد. وأما المحرم إذا كفن فلا يستر رأسه ولا وجه المحرمة، وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكره المصنف بقوله: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، أحدهما الشهيد في معركة المشركين، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأ، أو عاد سلاحه إليه، أو سقط عن دابته، أو نحو ذلك. فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شهيد في الأظهر، وكذا لو مات في قتال البغاة أو مات في القتال لا بسبب القتال. والثاني السقط الذي لم يستهل، أي لم يرفع صوته صارخا، فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير. والسقط بتثليث السين، الولد النازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط، ما سبق قرأناه وشرحناه في الجلسة الماضية. اليوم نحاول أن نتكلم في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه، نحاول نخلص الموضوع النهاردة. يقول: ويغسل الميت وترا، ثلاثا، يعني أقل غسل الميت ثلاثا، أقلها ده أقل الإيه؟ الأفضل، أقل الأفضل، لكن أقل الواجب تعميم بدنه بالماء ولو مر، ده أقل الواجب غير أقل الأفضل. أقل الأفضل ثلاثة، يبقى أدنى الأفضل ثلاثا، وأوسطه خمسة، وأفضله تسعا. فبيقول لنا: ويغسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. يبقى لما في الشرح هنا قال ثلاثا أقل الأفضل، وخمسا أوسط الأفضل، أو أكثر من ذلك تنويها
للأفضل والأكمل وهو التسع، ويكون في أول غسله سدر. السدر ده كان نبات يؤخذ من شجر النبق، يستعمل الوقت اللي هو بالضبط في زماننا احنا الصابون والبودي شاور والحاجات دي، يعني هو الوقت محله السدر. كان زمان السدر هو زي الصابون، كويس؟ يبقى الميت تجيب له صابون بريحة، تجيب له بودي شاور زي ما انت عايز، تجيب له صابون عادي، المهم شيء يزيل المواد الدهنية عن الجسم، يذبها يعني. فكانوا يستعملوا في غسله سدر في أول غسلة. أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بسدر أو خطمي، والخطمي برضو كان نوع من النباتات تعمل رغوة في الشعر اللي هي الشامبو. يبقى السدر الصابون والخطمي الشامبو، علشان تبقى إيه يعني معاصرة، يبقى فقه بطريقة المعاصرة من عند سوبر ماركت أولاد رجل. فيبقى تفهم الحكاية. يبقى المهم وسائل تنظيفية، يعني تستعمل وسيلة تنظف الإنسان كأنك بتستحمى وانت حي. شوف انت في حال حياتك بتستحمى بإيه، تغسل الميت باللي انت بتستعمله وانت حي، نظافة كاملة. ويكون في آخره آخر شطفة، لو قلنا احنا خمسة يبقى الخمسة، لو قلنا تسعة يبقى التسعة، لو قلنا ثلاثة يبقى التالتة، في آخره في غير المحرم طبعا شيء قليل من كافور. الكافور ده عبارة عن طيب بيستخرج كده من نبات كالنخيل، ميزته انه هو بيجمد الجلد شوية لا يسرع التغير فيه، كويس؟ يعني بيعمل شيء في الجلد بحيث انه هو يعني يجعل الخلايا السطحية في الجلد كلها تبقى كأنها جلد، تتحول إلى جلد يعني تسيح في بعضها كأنها مشمع، أدي ميزة الكافور. يقوم يجعل التغير اللي بيطرأ على الميت متباطئ جدا، بطيء، خصوصا في البيئة الحارة. في بعض البلاد بتبقى شديدة الحرارة، وأحيانا يكون الميت كمان يكون متورم، فلما يبقى متورم وفي بيئة شديدة الحرارة التغير يسرع فيه سريع، فالكافور يمنع هذا التغير أو يقلله. يعني من كافور بحيث لا يغير الماء، يعني ما يغيرش يعني إيه الماء، يعني ما نكترش قوي حتى لا يخرج الماء من طهوريته فيفقده صفة من صفاته. وأنا أفضل أن الكافور لا يخلط بالماء، يعني تشطب بالمية وترش الكافور على جسم الميت بعد ذلك حتى يكون الماء طهور بغير مختلط بغيره من الطاهرات، ده الأفضل. يعني بيقول هنا واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة، ده أقل الواجب تعميم البدن بالماء مرة واحدة، وأما أكمله فمذكور في المبسوطات. لو لم يوجد ماء تعمل إيه في الميت؟ تيممه. يبقى لو لم يوجد ماء، لو فقد الماء تيممه. فقد الماء حسا يعني غير موجود بالفعل، أو فقد الماء حكما كأن يكون متهرئ، يعني واحد محروق وجسمه مهري، أو زي ما بنشوف الوقت في الحروب المعاصرة بتجد مثلا تنزل القنابل ربنا ينجينا، تقوم إيه تبقى أشلاء وجسم والجسم مشوه والجلد متشال وحاجة بقى بشعة. يبقى يحل محل هذا كله التيمم. خد بالك بقى ان ده مجمل. عايزين نتكلم بقى على الغسل بالطريقة العملية. طبعا يسن في الغسل ان يكون في خلوة، دي اول حاجة، يعني ما تحطش الميت امام الناس وتبتدي تغسله، يبقى لازم يكون في خلوة، دي من اداب المسلمين في تغسيل موتاهم. يغسل في خلوة ولا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه وأقرب أولياء الميت بس، ما تبقاش حفلة هي ولا مجاملات زي ما بيحصل، يصحش. تصور أنت حي وبتستحم، تحب الناس تتلم عليك يعني؟
تحبش تتلم، لان ما يؤذي الميت يؤذيه، يعني ما يؤذي الانسان حيا يؤذيه وهو ميت، فتعامل مع الميت كانه حي. كويس؟ اتعامل معاه كانه، لانه هو فعلا روحه حاضره وبتراقب كل ما يحدث. فتتعامل معاه كانه حي بالضبط. فيبقى لا تكثر الزحام في اثناء غسله، لان ده يؤذيه في حال حياته، يبقى في حال وفاته ايضا يؤذيه. يدخل مين؟ يدخل في الخلوة الغاسل، المغسل يعني، ومن يعينه، وواحد من أولياء، أقرب أولياء الميت. لا يحضر غسل المرأة إلا النساء، ولا يحضر غسل الرجال إلا الرجال. ويجوز للرجل أن يغسل زوجته إن فقد النساء، يغسل زوجته ويغسل أمه برضو إن فقد النساء، مش موجود ستات. لا اطمئن، المسلمين مؤتمنين على هذا. انت هتجيب لها مغسلة مسلمة مؤتمنة على هذا، تدخل بنتها. كويس؟ يبقى الواحد الأفضل، لأن الأم كمان تتأذى من حضور ابنها في حال حمومها. ما احنا قلنا اللي يؤذيها في حال حياتها يؤذيها في حال وفاتها. واضح؟ يبقى اللي يغسل النساء، دي قواعد عامة نعرفها، اللي يغسل النساء نساء، اللي يغسل الرجال رجال. متى يجوز للرجل أن يغسل المرأة؟ إن كانت زوجة له، يعني الزوجة أقرب من الابن وأقرب من الأخ في تغسيل المرأة، إن فقدت النساء للمرأة، وكذلك إن فقد الرجال فالمرأة تغسل زوجها. واضح؟ يبقى أول حاجة أن يكون في خلوة، تاني حاجة يحضر المغسل ومن يعينه، وواحد من أولياء الميت، يفضل أقرب الأولياء. إذا كان الرجل سايب أولاد كتير يبقى الأخ الكبير كفاية يحضر. ممكن بقية الإخوات يخشوا كمعينين للمغسل، ما يضرش إذا كان محتاج معين. واضح؟ وهكذا. يغسل على مكان مرتفع يسموه الدكة، احنا بنسميه ايه؟ الدكة. يبقى يغسل على مكان مرتفع كلوح، اللي بنسميه الدكة، ويفضل ان الدكة دي تبقى معمولة مرتفعة قليلا من ناحية الرأس، منخفضة من ناحية القدم، عشان اي ماء ينزل على طول ما يجمعش. والوقت في العصر الحديث بيعملوا خرم فوق وخرم تحت ومواسير وحاجات جميلة، يعني كل مدى ما بيتقدموا في ان هم يعني يعمل الخدمة بطريقة كويسة. فيعني ان شاء الله المسلمين يموتوا ويطمئنوا، يعني هيقوموا بخدمتهم كويس. احنا بنأثر مع بعضنا في حال حياتنا اكتر ما بنأثر مع المسلم بعد وفاته للأسف. لو تعامل المسلم في حال حياته كما تعامله بعد وفاته بالقيام بحقه تبقى من اهل الجنه. يبقى ايه؟ يغسل على مكان مرتفع يسموه الدكه. يفضل لو عندك ميه مالحه بملح طبيعي وماء عذب فتقدم الماء المالح. ماء ملح بس ملح متغير بما في مقره. يعني افرض احنا في اسكندريه نجيب له ميه من البحر المالح مثلا. ليه؟ لأن الماء المالح يعني يحمي الجلد ويمنع سرعة التغير. واضح؟ لكن ما تجيبش ملح الطعام تخلطه بالمية، هيبقى هنا اختلط بغير من الطائرات فقد طهوريته، لأن الماء إذا تغير بما في مقره أو مستقره لا يفقد طهوريته. نرجع لأول درس، فاكر أول درس؟ الماء إذا تغير بما في مقره أو مستقره لا يفقد طهوريته، لكن لو تغير بمخالط فقد طهوريته. مش كده برضه؟ يعني أنا لو جبت كوب زي ده ماء بحر أدوقه كده ألاقيه ملح، يمكن أتوضأ بيه لأن الملح ده بما في مقره، هو مقره كده. لكن لو جبت الماء العذب ده وحطيت عليه شوية ملح بقى طعمه زي طعم ماء البحر، لا يجوز أتوضأ به لأنه تغير بما ليس في مقره. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لو تيسر ماء ملح طبيعي يقدم على الماء العذب،
واضح؟ يفضل أن يكون الماء غير ساخن ولا شديد البرودة، معتدل معتدل عادي، ما يكونش مائل للدفء كمان، يكون مائل للبرودة. ليه؟ لأن برضو ده يجعل الأعضاء تتماسك، فيعين على تماسك الأعضاء. يعني ما خلوش سخن حتى أنت تتحمله، لا خليه مائل للبرودة، لكن ما يكونش شديد البرودة ولا شديد السخونة، لأن ده برضو يؤذيه. يسن للمغسل أنه هو يجلس الميت ويضغط على بطنه. خد بالك أن قبل ده كله لازم الميت يبقى مستور، ممنوع تجريد الميت من ثيابه، ممنوع تجريده، يعني يغسل من فوق قميص أو من فوق ملاءة، يبقى الميت مستور، مفيش حاجة اسمه مجرد كده، ده لا يصح. كل التغسيل يتم من فوق القميص، أو تجيب ملاية خفيفة تستر بها البدن، ويتم الغسل من تحت الملاية والملاية مفرودة، أو من فوق الملاية ومش خفيف، وتدعك بدن من خلالها وتشطف من خلالها حتى لا تظهر عورة الميت. كويس؟ يبقى يسن. حاضر، خليها في الآخر، دون عندك السؤال وفي الآخر نجي. يبقى يسن أيضا ستر الميت بقميص ونحوه، ويغسل من فوق القميص. كويس؟ حتى لا تظهر عورته. يسن بقى للمغسل انه يجلس الميت، يعني يحط ايده ورا قفاه كده ويرفعه، يجلسه نصف جلسة، والايد التانية يضغط بذراعه، واخد بالك، بالذراع على البطن، علشان لو في اي بقايا في امعائه تخرج من المخرج المعتاد، وبعد كده ينضفها له، حتى لا تكون يعني بعد ما ينتهي من الغسل يجي يلف يقوم يلوث الكفن. ويعيد هذه المرة كذا مرة، يعني أعده وبعدين إيه، ويضغط وبعدين يلف إيده بساتر. الوقت بيلبسه جوانتي، كان زمان يلف إيده بساتر ويمسح السوقتين لحد ما إيه، ويكرر هذا لحد ما يبقى المسحة نظيفة مفيش أثر. كويس؟ كل دي سنن يهتم بها الإنسان. وبعدين بعد كده يبتدي ينظف أسنانه بحتة خرقة، خرقة خشنة، ينظف أسنان الميت، واخد بالك، كأنها زي السواك. وبعدين يجيب شوية قطن ويعمله كده وينظف بيه من خرايه ومآقي عينيه وداخل أذنيه، كل ده علشان إيه؟ الأماكن دي ساعات يبقى فيها، خصوصا لو مريض طال مرضه قبل أن يموت، ربما لم يستحم بقاله مدة، بتحصل بعض المرضى بيقعدوا يمكن شهرين ثلاثة ما استحماش عشان كان في مرض الوفاة وفي عناية مركزة وفي مستشفى وغيره وغيره، فلابد أنه ينظف مثل هذه الأشياء. بعد كده يوضئه كالحي، وهذا الوضوء يجب فيه النية على الغاسل، يعني ينوي فيه الوضوء، يقول بسم الله نويت فرض الوضوء، واخد بالك، للميت بالنيابة عن الميت. عند الشافعية هذه النية واجبة في الوضوء، ونية الغسل سنة، وعشان كده كانوا يلغزوا عند الشافعية سؤال يقول له ما هو الواجب الذي نيته سنة، وما هي السنة التي نيتها واجب؟ واخد بالك، لأن توضيعه ده سنة ونيته واجبة، وغسله واجب ونيته سنة، حاجات فوازير عند مذهب الشافعي. لكن طبعا المذاهب التانية ما اتكلمتش على المواضيع دي، ما تفرقش معايا. يبقى بعد كده يوضئه وضوء كامل بعد ما عمل بالترتيب زي ما احنا ماشيين كده. وبعد كده بعد ما يخلص الوضوء يبتدي يغسل شعره ورأسه ولحيته بالماء والصابون عدة مرات
لحد ما يتم الإنقاء، وبعدين يسرح الشعر ويسرح اللحم بمشط واسع الأسنان، ولو تقصف بعض الشعر يلم الشعر ويركنه، وبعد كده يبقى يحطه في الكفن يدفن مع صاحبه. بعد كده يبدأ يغسل باقي الجسم بقى بالصابون وبأي وسيلة، إن شاء الله بالليفة بسفنجة بأي شيء، الماء والصابون، ويبدأ بالأعالي قبل الأسافل، والميامن قبل المياسر، والقبل والأمام قبل الخلف، بهذا الترتيب. كويس. لما يخلص الغسل ويشطف ويكرر الشطفات ويكرر الغسلات لحد يتم الإنقاء، فإن تم الإنقاء والنظافة في 4 غسلات يسن 5، وإن تم في 6 يسن 7 عشان يقف على وتر، وإن تم في 8 يسن 9، ونادرا ما يحتاج أكثر من 9، نادرا. يفضل ان الغسلة الاخيرة يعممها بماء قراح غير مختلط باي صابون، حتى لا يكون مختلط بغير من الطاهرات. اخر غسلة ماء قراح غير مضاف عليه اي اضافات. ها؟ لا يسن. ماء قراح يعني ايه ماء قراح؟ يعني مية غير مضاف عليها شيء، ده اسمه ماء قراح. دي اللغة الفصحى كده، يقول لك ماء قراح يعني بغير إضافة أي شيء عليه. خدت بالك؟ كده خلصنا التغسيل الحمد لله. نجفف، ننشف اللوح ونرفع الميت على سيفه وننشف، ونغطي بغطاء جاف، ونسحب القميص المبتل لحد ما نعد الكفن. كويس، عشان يبقى ايه في جفاف تمام. كويس. نيجي بعد كده في التكفين، بيقول هنا بقى ايه: ويكفن الميت ذكرا كان او انثى، بالغا كان او لا، في 3 اثواب بيض. ده اقل الافضل، ال3 اثواب ايه؟ اقل الافضل، لكن اقل المجزئ ولو ثوب واحد تلفه وخلاص، لا اقل المجزئ، لكن اقل الافضل 3 اثواب بيض، يفضل البياض. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، حديث مشهور. يبقى يكفن الميت ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا، في 3 أثواب بيض، وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا. يعني بنعمل، نجيب الملاية كأنها ملاية كده، تفردها وتحط الميت في وسطها. طبعا الطريقة سهلة، لو انت عايز الطريقة بتبرم الملاية لحد النص. ها؟ لا مش اشكال، انت بتمسك الملاية كده تبرمها لحد النص، وتبرم الناحية التانية لحد النص. كويس. وتروح واحد يساعدك يشيل الميت على جنبه، وتروح مدخلها تحتيه، وتشد جنب، وتروح منيمه على الجنب اللي شديته، وتروح شادد الملفوف من الناحية التانية تلفه، يبقى كده انت عديته من تحته. كويس. وبعدين تروح لافف فوق وتحت، تخلي الطبق الشمال الاول واليمين فوقيها. كويس. تقفل الطبق الشمال الاول وبعدين اليمين فوقيها، تعمل كده 3 طبقات. دي سهله ليه؟ ها؟ على سيفه كده، من الكتف والدماغ هنا، وواحد من الجزع هنا بس، وخلاص. زي ما بتنيم اي واحد مغمو عليه، بتنيمه على جنب، واخد بالك؟ سهله. يعني لو حضرت في التكفين هتلاقي كل المسلمين بيعملوا كده على فكرة. أنا الحمد لله ما فيش حد حضرت له يعني غسل وعدلت حاجة،
كل الجماعة اللي بيجيبوهم يغسلوا حافظينها بالأسانيد المتصلة عن آبائهم وأجدادهم إلى منتهى، بيعملوا شغل كويس لدرجة بعضهم بيبالغ، يعني تقول له كفاية كده بقى، يقعد ينضف في مناخيره ربع ساعة، يا عم كفاية، يعني المبالغة دي برضو بتأذي الميت، واخد بالك؟ فيعني بدون مبالغة. لكن الحمد لله كل المسلمين ما زالت تغسلهم كويس ولم يدخل فيها بدع ولا شيء، والحمد لله. لكن حياتهم اللي بقت مملوءة بدع ومملوءة جهل. فالمهم انت الميت بيتكفن في 3 أثواب بنفس الطريقة دي، 3 طبقات بغير قميص ولا عمامة. وكان غسل كفن النبي كان كده، 3 أبواب بيض، أثواب بيض سحولية نسبة لسحول مدينة في اليمن، مصنوع فيها هذا القطن اللي ايه اللي كفن فيه النبي بغير قميص ولا عمامة. الامام مالك فهم ان هي الثلاثة دي مش محسوب معها القميص والعمامة، يعني القميص والعمامة موجود برضه، الامام مالك فهم كده. فعند المالكية الرجل يكفن ب3 أثواب بيض مع قميص وعمامة. الشافعية فهموا بغير قميص ولا عمامة، يعني لم يكن فيها قميص ولا عمامة. واضح؟ لا، القميص اللي هو الجزء اللي يلف حوالين الجزء العلوي من البدن، كويس، من عند السرة كده لحد الرقبة، الجزء ده اللفافة دي بيسموها القميص، وفي لفافة تانية حوالين الدماغ يسموها العمامة، ده اسمه القميص وده العمامة. إنما التانية بتبقى إيه، قماش واخد من أول الرجل لحد فوق وزيادة كمان عشان يقدر لما يلف يبقى فيه ستر. يبقى دي الطريقة. وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا، يبقى طولها قد عرضها، كويس، تأخذ كل واحدة منها جميع البدن، ليس فيها قميص ولا عمامة. دي التلاتة الشافعية فهموا كده، يعني لا فيها قميص ولا عمامة، ده للرجل. وإن كفن الذكر في 5 فهي الثلاثة المذكورة وقميص وعمامة. يبقى الرجل إذا كفن في 5 يعني المقصود به 3 أثواب زائد القميص والعمامة يبقوا 5. أو المرأة في 5، المرأة بقى أقل الجائز ليها مبناها الستر، 5 أقل الأفضل في المرأة، 5 وأقل الأفضل في الرجل، 3 أقل الأفضل في المرأة، 5 وأقل الأفضل في الرجل، 3، لأن مبنى المرأة على الستر أكثر. أو المرأة في 5 فهي إزار وخمار وقميص ولفافتان. الإزار هو جزء يغطي الجزء الأسفل من البدن، من أول السرة إلى أسفل البدن، ده يسموه الإزار. وجزء تاني اللي هو إيه، القميص، بيغطي من عند السرة إلى أعلى البدن. والعمامة والخمار اللي هي يعادل العمامة، الخمار في المرأة يعادل العمامة في الرجل، ما يلف به الرأس، يسموه خمار في المرأة وعمامة في الرجل. ولفافتان اللي هي الملاءتان بقى اللي هي هتلف كله، كل الجسد دي. وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح. أقل الكفن ما يستر عورة الميت، يعني إذا كان رجل من السرة للركبة، وإذا كان امرأة كل جسدها، وإن كانت محرمة تترك وجهها مكشوف لو كانت محرمة. وكذلك لو غسلت المحرم لا تضع أي طيب في الماء ولا تستعمل صابون في ريح إذا كان محرما، لأنه يبعث يوم القيامة محرما. والمرأة في إحرامها لا تغطي وجهها، وكذلك إذا ماتت محرمة تكفن دون الوجه ويترك الوجه مكشوف. وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح في الروضة وشرح المهذب. ويختلف بذكورة الميت وأنوثته، لأن هي عورة الرجل غير عورة المرأة. ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته، يعني واحد متعود يلبس أقمشة راقية شوية، ما فيش مانع أن يجيب قماش راقي شوية يكفن بيه، يعني من جنس اللي بيلبسه، المستوى بتاعه اللي بيلبسه في حال حياته.
لكن بدون بذخ زائد، لا داعي للبذخ الزائد. يعني المرأة يجوز لها أن تكفن حتى في حرير، أما المرأة الرجل يحرم عليه أن يكفن في الحرير، لأنه يحرم عليه لبسه حيا وميتا. يحرم عليه إن وصى، ويحرم عليهم إن فعلوا، إن أوصى يبقى حرام عليه. بالنسبة للشافعي والمالكي، طب بالنسبة مش حاجة لحنبلي ومين؟ ما هو هتلاقيهم زيهم، الإمام أحمد بن حنبل والإمام ما أبو حنيفة زي الشافعية في المسألة دي. زي الشافعية في المسألة دي. يعني العلماء مذهبان في المسألة دي. في الموضوع الكفن اللي هي قميص والعمام والحاجات. والتغسيل واحد عند الكل بنفس الكيفية، لكن تفاصيل النية هنا واجبة مش واجبة، مستحبة مش مستحبة، دي تفاصيل أخرى. واضح؟ لكن نفس الكيفية هي كله. يجوز للمرأة الحرير ولكن يكره من جهة الصرف. يعني لها أن تكفن في حرير، لكن يكره من جهة الصرف، لأن يقول لك الحي أولى بلبسه من الميت. لكن افرض هي أوصت تنفذ وصية. طب ماشي، في حاجة كده أخيرة بالنسبة للتغسيل، أنا كنت عايز بس أعرف الوضوء بتاع الميت بيبقى بعد الغسيل خالص يتوضأ. ما هو أنت دلوقتي أنت بتتوضأ في حال حياتك إزاي؟ بتدخل الحمام تستنجى تزيل أثر الأقذار أو النجاسات من جسمك الأول، مش كده برضه؟ بعدين تبتدي تتوضأ، نفس الحكاية. بعد ما نقعد الميت كذا مرة وننظف ونعمل وننظف الأنف وننظف المآقي وننظف الأذن، وإذا كان في طبقات جلد عليها أوساخ نشيلها، وبعدين نوضيه، وبعدين نبتدي نغسل. خدت بالك؟ نفس الترتيب يعني. كده خلصنا تكفين الميت. هنبتدي بقى ايه، نشيل الميت ونصلي عليه. ايوه، لا في الاخر. في الغسل برضه نخلي كل الاسئله في الاخر عشان نخلص الكميه دي. بس سجلها عندك، سجل السؤال عندك. كده احنا ايه، غسلنا الميت والحمد لله بعد ما تاكدنا انه ميت. ما تنساش دي، بعد ما تاكدنا انه ميت، مش مجرد الراجل راح عليه نومه كده يلاقي نفسه صحي، يلاقي نفسه بالقبر عشان نومه تقيل. ما ينفعش، لازم تتاكد انه لا. في ناس بتبقى في غيبوبه، حتى لو غسلت فيه غيبوبه لكنه حي، فلازم نتاكد من ايه، من وفاته، وبعدين بعد كده نغسله، وبعد ما نغسله نكفنه. ممنوع تجريد الميت تماما، لان دي بتحصل مره، شفت مره حضرت لقيتهم عايزين يجردوه تماما والناس واقفه. ممنوع، حرام، ده يؤذيه، لازم يستر. تحط قميص من السره في الرجل، من السره للركبه، يعني من عند السره للركبه ده مستور، بقيه جسمه عريان مش مشكله، لكن يبقى ساتر من السره للركبه. دي نقطه مهمه، لان دي ساعات الناس تقصر فيها. في المرأة نفس الحكاية، لأن اللي بيحضر نساء فعورتها أمام النساء من السرة للركبة، عورتها أمام النساء كعورتها أمام كعورة الرجل أمام الرجال. فاللي هيغسل النساء برضه هيغسلها نساء زيها، يقوموا إيه؟ ما هم بيعملوا خرقة مخصوصة بيحطوها سترة، بيسموها سترة، لازم يهتموا ويحطوها. واخد بال حضرتك؟ إذا رأى خير يذكره، وإذا رأى سوء على الميت علامة سوء الخاتمة ما يتكلمش. واضح؟ ده دي أشياء مهمة يعني. طيب بعد كده بقى، بعد ما كفناه. ها؟ سمعت حضرتك على علامات السوء، علامات كده كده الوجه لما يجي ميت. والله أنت نفسك هتشوفها تقول ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ هتلاقي شكله مبتسم، شكله منور. واخد بالك؟ يعني مفيش يعني شكل المقفهر ده او شيء من هذا، يعني انت هتشوفها هتقول ما شاء الله ايه الحلاوه دي بس وخلاص. والحاجات التانيه تقول اعوذ بالله، ايه ده؟ ماله عامل كده؟ فربنا ينجينا. تدعي له لكن ما تذكرش لبره، يعني لان الستر المسلم مطلوب، لان ممكن العلامات دي ربنا عملها فيه
وبعدين بعد الصلاة عليه ربنا يغفر له، مش معناه خلاص راح في داهية يعني خلاص، لا، مش الناس هتصلي عليه لسه وتقول اللهم اغفر له وارحمه وشفاعة المسلمين يعني مقبولة، لأن لما ربنا أمرنا بالصلاة على الميت معناه إنه هو يقبل دعائنا، لأن مش هيأمرنا بشيء ملوش لازمة. يعني كون ربنا قال لنا صلوا عليه معناه إن أنا هقبل دعائكم، قوموا صلوا، مش كده برضو؟ لأن ربنا مش هيمكر بينا يعني يقول لنا صلوا عليه وأنا مش هسأل عنه، لا، هو ربنا كريم رحمته واسعة. كذلك وقت القرآن في الجامع الصادق. أيوه. طبعا شفاعة طبعا، ما هي الصلاة دي شفاعة للميت. وإحنا المسلمين شفعاء بعضهم على بعض. بيشفعوا ببعض. أمة النبي. أنتوا برضو مش قادرين تمنعوا الأسئلة. عايزين نخلص. ويكبر عليه. هنيجي بقى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الميت بيوضع في القبلة، يبقى رأسه جهة يمين الإمام والإمام متوجه للقبلة، ورجليه جهة يسار الإمام. الإمام يقف فين عشان يصلي الجنازة؟ خلاف في المذاهب، لكن على أي حال يقف في أي حتة صح، كله صح. الشافعية اختاروا إذا كان رجل يقف عند منكبه وإذا كان امرأة يقف عند وسطه، واخد بالك إزاي؟ الشافعية اختاروا كده. بعضهم قالوا يقف عند رأس الميت الذكر ويقف عند منكب المرأة، يعني اختلفوا. وفي بعض العلماء قال لك يقف في موقف واحد عند الذكر والأنثى سواء، لو تعددت الجنازات يحط الرجال أولا ثم النساء ثم الأطفال بترتيب الصلاة، الرجال فالأطفال فالنساء في الآخر. الرجال لا، الرجال من حيث القرب للإمام، يعني عندنا راجل وامرأة وطفل هنصلي عليهم، نحطهم قدام الإمام إزاي؟ نحط الرجل الأول أمام الإمام، بعديه الطفل، بعديه المرأة. واضح؟ زي الصلاة، بس عكس بقى الصلاة، عكس الصلاة، لأن في الصلاة بيبقى الصف المتقدم للرجال، هنا الصف المتقدم للقبلة قوي هيبقى النساء، عشان يشوفوا برضو حاجة حلوة قبل ما يسيبوا الدنيا يتقدموا. يبقى ده الترتيب. هيقف الإمام ويكبر أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين، لا يشترط بقى تعرف ذكر ولا أنثى، نبطل حكاية الجهل اللي انتشر ده، مش مهم تعرف ذكر ولا أنثى. يعني انت لما تقول اللهم اغفر لها وارحمها يعني اغفر لهذه النفس سواء كانت نفسه ذكر او انثى، سهله، فهمت؟ يقول اصلا هقول اغفر لها ولا اغفر له؟ لا، يغفر لها في كله، لانها انسان نفس، واخد بالك؟ لانهم جهله باللغه العربيه وجهله بالفقه الاثنين، لكن الحكايه سهله. تقول لما اغفر لها وارحمها واعفيها واعف عنها وتوب عليها ويطلع راجل حلو، ما هي نفس، مش كده برضو؟ واسمها جنازة، هي اصلا اسمها جنازة، اغفر لهذه الجنازة يعني، مش كده برضو؟ فهي مؤنثة، ويا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك، يعني الحكاية سهلة. فانت لما تأنس تسلم. وماله لما ارزقها زوجا غير من زوجها، زوجا دي اصلا للذكر والانثى برضه. ما هو المشكله نبعت من ضعف اللغه العربيه، فهمتني ازاي؟ بس ادي كل حكايه، كل ما تبقى الناس عندها لغه صح تلاقي الحكايه ماشيه سهله. لو صلى على الميت 40 قبلت شفاعتهم فيه، ودي بشاره لايه؟ لامه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يصلي عليه 40 إنسانا تقبل شفاعتهم فيه. وعلشان كده يسن تأخير صلاة الجنازة حتى يحضر الناس، وتحين الأوقات اللي الناس بتيجي فيها المساجد وتجتمع، واخد بالك؟ يعني مات بعد العشاء، وإحنا عندنا المقابر بتاعتنا الحمد لله منورة، يعني مفيش داعي إن أنا أتسربع والناس كلها نامت في بيتها
وانزل الساعه 12 بالليل وكل الناس نايمه وثلاثه يصلوا عليه واروح ادفنه كاني بدفن قطه، ما يصحش. واخد بالك؟ لا ابيته وادي اعلان واستنى في اكبر مسجد فيه اكتر جمع من الناس بيجي في صلاه فجر واروح موديه عشان اضمن له اكبر جمع، لان دي مصلحه الميت، مش كده برضه؟ كل ما يبقى مسجد فيه جماعه اكبر ويكون اقرب للدفن يبقى كويس، فاختار اكبر مسجد ويكون اقرب مسجد او في طريقك. واخد بالك ازاي؟ علشان ايه؟ ده كل دي مصلحه للميت، علشان الميت ياخد حقه من الشفاعه ومن كثره الصلاه عليه وكثره المصلين، لدرجه ان يجوز تاخيره حتى يحضر الصالحين. انت بعت مثلا، عارف ان في ناس صالحين احياء من الاولياء الاحياء، وهيجي من سفر، هيجي تاني يوم بعد صلاة الظهر. استنى يا اخي بعد صلاة الظهر، ايه يعني؟ واخد بقى متصربة على ايه؟ فهمت؟ كل ده لمصلحة الميت. يبقى ايه؟ يسن تكثير المصلين، تكثير الصفوف، واخد بقى، تحين الأوقات اللي فيها اجتماع المسلمين، وعدم تحين أوقات الكراهة للدفن. أما إن جاءت بدون تحين لا بأس، لأن فيها أحاديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا إيه في ساعتين أن نقبر موتانا وأن نصلي عليه، مش كده؟ وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. يعني معناه إننا نهانا أن نتحينهم، يعني ننتظرهم وبعدين ندفن في الوقت ده، إنما لو جم قدرا معلش مش مشكلة. واضح؟ صلاة الجنازة عبارة عن أربع تكبيرات، وله أن يزيد، ولكن الأفضل هي الأربعة، له أن يزيد. فإن زاد الإمام لا تتبعه وانتظر وسلم معه، فإن زاد الإمام عن أربعة لا تتبعه وانتظر وسلم معه، لأنها لا تبطل صلاة الجنازة بالزيادة، بخلاف صلاة الفريضة لو صلى خمسة بدل الأربعة في الظهر بطلت، لكن صلاة الجنازة لو زود التكبيرات لا تبطل. ده أبدا في مذهب أهل السنة. سيدنا علي بن أبي طالب كان يزود التكبيرات على بعض الصحابة المشاهير لما يجي يصلي عليهم إكراما لهم، ما فيهاش حاجة. لكن على أي حال حدث الإجماع بعد ذلك على أنها أربع تكبيرات، فالزيادة بعد حدوث الإجماع فيه خرق للإجماع فما يليقش. فما ترجعش بقى لبعض الأخبار القديمة قبل حدوث الإجماع إنهم كانوا أحيانا يزودوا أحيانا يقللوا، أنت لا تخرق الإجماع. يبقى يكبر عليه أي الميت إذا صلى عليه أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ولو كبر خمسا لم تبطل، لكن لو خمس إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه، وهو أفضل أنه ينتظره يعني. ويقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويجوز قراءتها بعد غير الأولى. في مذهب المالكية يكره قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. أي مذهب المالكية كده، روح شوف مختصر خليل مذهبهم كده. لا مش مسلم، الإمام مالك مش مسلم. الفاتحة مولانا دي أم الكتاب. أيوه، ما هو قال لك إن صلاة الجنازة لا يشترط فيها القرآن، دليل الدعاء، قول الله أكبر، اللهم ارحمه واغفر له واستر عيوبه وهكذا، ادعي له، كل التكبيرات دعاء. واخد بالك؟ رأي الملكية كده ما يجريش حاجة، لكن الوقت الملكية بيقروا الفاتحة برضه. لكن أنا بتكلم من حيث الدراسة، من حيث الدراسة في الكتب، فالملكية عندهم إيه؟ الفاتحة لا تقرأ في صلاة الجنازة، لا يقرأ قرآن يعني في صلاة الجنازة. عندهم صلاة الجنازة عبارة عن أربع تكبيرات كلها دعاء للميت وخلاص، أدي صلاة الجنازة. الشافعية ومن وافقهم استحبوا قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، فإن فاتتك في التكبيرة الأولى تقرأها بعد أي تكبيرة. واضح؟ ولا تبطل الصلاة.
يبقى يقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويجوز قراءتها بعد غير الأولى. واضح؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وأقل الصلاة اللهم صلي على محمد، دي أقل حاجة، لكن أقل المجزئ أقل الأفضل تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، عشان يبقى فيها صلاة وتسليم وتبريك وفيها ذكر سيدنا محمد والآل. وأفضل الصيغ هي صيغة التشهد الأخير، كويس، بس يفضل أنك تضيف فيها التسليم، لأن في صيغة التشهد الأخيرة إحنا ما بنقولش اللهم سلم على سيدنا محمد. ليه؟ لأن إحنا قلنا السلام عليك أيها النبي في الجزء الأول، وانت هنا مش هتقرا الجزء الاول، مش كده؟ هتقرا الجزء الاخير، فالجزء الاخير بقى تضيف فيه التسليم، تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يبقى سيدنا محمد ولا محمد؟ لا، الافضل عندنا عند الشافعيه تقول سيدنا محمد في الصلاه والأذان والإقامة. تكبيرة لله يعني. تقول سيدنا محمد في الأذان والإقامة والصلاة، ده الأفضل عندنا عند الشافعية ومن وافقنا وبعض المالكية وبعض الأحناف، والمسألة فيها مبحث، ممكن تجيب كتاب تشنيف الأذان وهو مطبوع، تشنيف الأذان في استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان مطبوع. الله محمد أعلى، اللي مكتوب الله ومحمد دي أعلى، ده الأعلى، لأن لولا الواسطة ما عرفنا الله، لولا سيدنا محمد ما عرفنا الله. لما بشرح الله ومحمد تحت ما ينفعش. لا ليه؟ ما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، سطر واحد. مش عارف يبقى الله. اذا كان على العرش مكتوب كده. اذا كان على ساق العرش مكتوب كده، هتبعث يوم القيامه بقى تعدل العرش وتجيب بنايين يوضبوا لك وخطاطين من تركيا يكتبوها. حاجه غريبه قوي. هو ربنا ارتضى ان يجعل اسمه بجوار اسمه، ربنا اللي ارتضى هذا، انهم احنا ما نقبلش اي شرف لنبينا شرف لينا، هو ربنا اللي ارتضى ورفع ذكره واعلى قدره، احنا بقى نخفضه ونقول لا لا اصل ما يصحش. هو حتى لو اتحط اسمه بجوار اسم الله، ده مخلوق وده خالق، واضحة، واضح المسألة، ما فيش اشتباه عندنا، لا شبهة عندنا، الشبهة في ذهن اللي مش فاهم بس، لكن لو فهم مش هيلاقي فيه شبهة. بس يقول لك الله نور، الله نور على نور، على نور سطر نور كيفي كمل متمثل بالحركة. الله نور يعني منور، مش الله نور يعني الكترومغنتيك ويف. النور ده يعني ضوء، والضوء يعني ايه؟ يا استاذ النور كلمة نور دي يعني ضوء، والضوء الكترومغنتيك ويفز، والله ليس كمثله شيء. يبقى الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، واضح؟ لكن مين نور الوجود؟ النبي يا سيدي، نور الوجود النبي، القرآن كلام الله، القرآن ده كلام الله قبل الوجود، موجود أصلا، لكن مين اللي أظهره؟ النبي. يبقى نور الوجود وهو معنى الظهور هو النبي، فصلي على نور الوجود، هو ده. مش قال له كده سراجا منيرا؟ طيب خلاص، مش عايزين ايه نخرم تخريمات، خلينا هنا. يبقى ايه؟ يقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الاولى ويجوز قراءتها بعد غير الاولى، ويصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية، وأقل الصلاة على اللهم صل على محمد، ويدعو للميت بعد الثالثة، وأقل الدعاء للميت اللهم اغفر له، بس خلاص اللهم اغفر له،
التكبيرة الرابعة الله أكبر اللهم اغفر لي السلام عليكم ويروح. حلو كده عمل الواجب، فهمت؟ ده أقل حاجة يعني يقول اللهم اغفر له. أكمله بقى في قول المصنف في بعض نسخ المتن يقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك، هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والأفضل أنك أنت تدعي له بالدعاء اللي أنت تحب الناس تدعيه لك وأنت ميت، يعني تجتهد تجتهد وتقول كل اللي نفسك يتقال ليك قوله له في الوقت ده، ولو مش عارف حاجة خالص قول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له، لحد ما الإمام يقول الله أكبر. حلوة فيها كل حاجة، يعني اللهم اغفر له وارحمه فيها كل حاجة، واضح؟ يعني مش شرط تزعج نفسك وتقول أنا هحفظ ده كله، لا، اللهم اغفر له وارحمه تحمل كل المعاني دي. ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وبرضه ممكن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنسانا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا وعاصينا وطائعنا، كل ده ماشي، تقول اللي انت عايزه. ويسلم المصلي بعد التكبيرة الرابعة، والسلام هنا كالسلام في صلاة غير الجنازة في كيفيته وعدده، يبقى يمين وشمال، هيسلم يمين وشمال يقول السلام عليكم ورحمة الله. خد بالك في الصلاة بتكتفي بكده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. في صلاة الجنازة يفضل تقول وبركاته، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كويس؟ التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة، واضح؟ إن اكتفى بتسليمة واحدة يقولها في المواجهة ما يلفش، وحتى في الصلاة، حتى الصلاة العادية التسليمتين واحدة ركن والتانية سنة، واضح؟ فإذا اكتفى بواحدة يسلم من المواجهة، كويس؟ لو اكتفى بواحدة، لكن لو التفت يبقى يستحب ان هو يسني بالثانية عشان حيلتفت للجهة الأخرى، واضح؟ الشافعية عندهم بيرفعوا ايديهم مع تكبيرة الإحرام ومع كل تكبيرة جنازة مع الإصرار للمأموم والجهر للإمام، بخلاف تكبيرات العيد المتكررة بيرفع صوته فيها، أما الجنازة فالصمت فيها أولى، فما يرفعش صوته في التكبيرات المأموم، الإمام بس، والشافعية يرفعوا الإيد مع كل تكبيرة، والباقي المذاهب ما يرفعوش الإيد إلا مع الأولى بس، فهي خلاف مذهبي ما يقلقش يعني. إن فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان، يعني حضرت معاهم وكانوا كبروا التكبيرة الأولى والثانية والثالثة، حضرت معاهم الرابعة، هتكبرها أنت وتقرأ الفتحة، هم يسلموا تكمل أنت التكبيرة، ما تسلمش بقى معاهم وتصلي على النبي، وتكبيرة وتدعي له، وتكبيرة وتدعي لنفسك وتسلم، واضح؟ ده لو كان فاتك التكبيرات، لو كنت مسبوقا يعني. مين الذي لا يصلى عليه؟ الشهيد، شهيد المعركة، احنا قلنا لا يصلى عليه،
شهيد المعركة بالشروط اللي احنا شرحناها في المجلس الماضي. وكذلك السقط الذي نزل من بطن أمه ولم يستهل صارخا، لا يصلى عليه، لكن يكفن ويغسل ويكفن ويدفن، لكن لا يصلى عليه. ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة. نبتدي بقى للدفن. دفن المسلمين بيبقى إما في لحد أو في شق. في لحد أو في شق. شق. اللحد يحتاج أرض صخرية، تكون أرض صلبة قوية تتحمل الحفر، ويكون مفيش ماء جوفي قريب، زي ايه ارض المدينة كده كان عند النبي، كان عندهم بيلحدوا ويشقوا لان صالحة للاتنين. وفي حديث ورد اللحد لنا والشق لغيرنا، يقصد لنا يعني لأهل المدينة، مش لنا يعني المسلمين، يعني لأهل المدينة، لان طبيعة الارض عندهم تحتمل، لان في اللحد بيحفر اللاحد، يقف يحفر لحد ما يبقى نزل في حفرة أمامه جدار، اللي أمامه ده جدار القبلة، وتفضل يغوط في الحفر لحد ما يبقى قامة وبسطة، قامة وبسطة، يعني يفضل ينزل في الحفر لحد ما يبقى يحط إيده، يقف كده ويحط إيده، يحط إيده على سطح الأرض كده، دي اسمها قامة وبسطة. واضح؟ بعد ما يعمل كده الحفرة دي، يجي في جدار القبلة أمامه في مواجهة رأسه، يبتدي يحفر في جدار القبلة بقدر طول الميت. واضح؟ عشان ياخد الميت يحطه في الرف ده. فهمت بقى المسألة؟ أدي اللحد هيروح ياخد الميت ويأخذه من قبل رأسه، الأفضل ياخده من قبل الرأس، يعني ينزلوه من قبل الرأس، بحيث تبقى الرأس جهة يمينه وهو مواجه للقبلة، وبالتالي هياخده من جهة، من الجهة اليسرى، يعني الجنازة تبقى الجهة اليسرى للحد، ويكون الرأس هو القريب، ياخد الرأس كده من الجهة اليسرى وينزل يروح حطه في الجهة اليمنى من الشق اللي هو ايه الرف اللي عمله جوه الداخلي، وبعدين يرفعه قليلا بحيث يبقى مائل الى اليمين، على جنبه اليمين قليلا، مش على سيفه، على جنبه قليلا، يعني حط شوية رمل تحت ظهره بحيث ان يبقى مائل قليلا ويبقى متوجه للقبلة كأنه بالظبط في صلاة الجنازة، مستعرض كده بالعرض، رأسه جهة يمين الانسان هو متوجه للقبلة، وقدمه الجهة. افرد كسر الموتى، ممكن يعمل رف وتحتيه رف وفوقيه رف، ويحط بقى كذا واحد فوق بعض ما يضرش. اذا كسر الموتى لما بيحصل موت جماعي بيبقى عندهم دفن كتير، هو ممكن يعمل ايه لحد طويل 20-30 متر ويعمل فيه الفتحات دي وياخد الجثث ويحط، واخد بالك ازاي؟ زي ما بتشوف انت دلوقتي في المقابر الجماعية. ولما بيحصل دفن جماعي يكون مثلا نزلت غارة ولا حاجة ومات مثلا 200 واحد 300 واحد، نسأل الله السلامة، فبيعملوا الحاجات دي بقى. بعد ما يعمل الشغلة دي يروح ايه قافل الفتحة بتاعة الرف اللي عمله في التجويف ده، قافلها بحجر بخشب بأي حاجة، وبعدين يروح طالع ويردم مكان مكان ايه واقف، وبعدين يجي يروح عند الرأس يحط حجر عشان يعلم ان هنا قبر، وبعدين يصن رفع القبر بقدر شبر علشان الناس ما تجلس عليه ولا تطأ ولا تبول عليه. وهل يسطح ولا يسنم؟ عند المالكية يسنم، وعند الشافعية يسطح، وكذا الأحناف. المالكية قالوا يسنم لأن ما يبقى سنم الناس ما تقعدش عليه. أيوه. يسنم ده المالكية يفضلوا تسنيمه. والشافعية والأحناف يفضلوا رفعه بقدر شبر
ويكون مسطحا حتى يعلم، فلا يجلس عليه ولا يصلى عليه ولا يبال عليه ولا يوطأ. واضح؟ إنما مساواته كده بالأرض كده زي ما بيعملوا العيال الوهابية، دي مش سنة المسلمين، دي سنة الوهابية، لم يقل بها أحد من السلف الصالح خالص. ارتفاع ايه؟ على قد ما يستوعب الجسد، ما هو برضو على قد ما هتحطه على جنب وشوف هو بقى حجمه كبير حجمه صغير، على قد ما يسع، وبرضو الطول كده بالعرض على حسب طول الجسم، واحد طوله متر ونص غير واحد طوله 2 متر، كل واحد على حسب طول، مش كده برضو؟ ده بالنسبة للحد. فهمنا اللحد سهل. طيب نيجي للشق. لما تكون الأرض غير صالحة للحفر، المسافة دي إما لشدة صلابتها أو لأن المياه الجوفية قريبة، يبقى في الحالة دي هيحفر مستطيل، واخد بالك؟ بحيث يبقى طول المستطيل موازي للقبلة، لأن الميت بيدفن بحيث تبقى إيه؟ مواجه للقبلة كده، نايم على جنبه قليلا مواجه للقبلة زي في صلاة الجنازة، مش رجليه للقبلة. غلط، حكاية الدفن دي ورجليه للقبلة دي ما ينفعش، ده بيبقى بالعرض كده زي شايف التسجيل ده، اهي ده الرأس اهي، وادي الرجلين اهي، وادي القبلة اهي، يدفن كده. انا القبلة قدامي اهو، ايوه، يبقى رأسه كده رجله كده، يعني نايم بالعرض. بعض الناس الجهلة الآن بيخلوا القبر مبني بحيث انك تضطر تدخل رجليه للقبلة وراسه كده، يقولك عشان اما يجي يسألوه يقعد كده يبقى مواجه للقبلة. هذا خطأ، ولو دفن هكذا يجب نبش القبر وعدله، لأن ده يؤذيه. يبقى من الأسباب التي توجب نبش القبر أن يدفن إلى غير القبلة، ما لم يتغير، ما لم يتغير، فإن تغير خلاص أمرنا لله، بس ما نعملش كده تاني. يبقى احنا وقفنا على الشق. الشق بقى بيعمل زي مستطيل كده في الأرض، تابوت ضلعه الطويل موازي للقبلة، واضح؟ وعرضه عمودي على القبلة، يعمله بحيث يغوط لحد ما يقدر يحط جسد الميت ويقدر يحطه في ألواح ويردم عليها، ما يكونش بارز على الأرض الجسد، يبقى يفضل يعمق بقدر ما يقدر يحط الميت جسده في هذا الشق، واضح؟ ويميله قليلا كده بحيث يبقى باص شوية يمين، وبعدين يطلع من الشق ده ويحط بعض الألواح الخشب أو ألواح حجارة فوق الميت، وبعدين يردم، يبقى الردم ما بيبقاش على الميت، ده بيبقى على الألواح، واضح؟ ألواح كده تحطها، ألواح تجيبها خشب، تجيبها ألواح زي السلالم، ها؟ بتحطها يا سيدي بالعرض كده، تقفل التجويف ده بيها بالعرض بدون ما تلمس جسد الميت، وبعدين تردم على الألواح دي بحيث ان الردم ما ينزلش على الميت مباشرة، واضح؟ يتنفخ بقى ما يتنفخش ملناش دعوة، يبقى اعمل حساب النفخة، عمق شوية عمق شوية، خدت بالك؟ يبقى المقصود من الدفن ايه عند المسلمين؟ مواراة جسد الميت ومواراة رائحته، فلا تنبشه الحيوانات المفترسة ولا يتأذى برائحة الأحياء. يبقى المراد من الدفن ان يؤدي وظيفتين، ستر البدن في الأرض بحيث لا تنبشه الحيوانات الضارية، وأن لا يخرج منه رائحة يتأذى بها الأحياء، واضح؟
يبقى لو الدفن أدى الوظيفتين دول يبقى ده دفن إسلامي شرعي مطلوب ويكون في جهة القبلة، نايم متوجه للقبلة. واضح؟ لو الدفن ما حققش هذه الوظائف يبقى هذا الدفن خطأ شرعا، زي ما بيحصل في وجه بحري عندنا في مصر بيحطوه كده على وجه الأرض، مش كده؟ تيجي تمر بعد شهر تشم رائحة كريهة جدا، يبقى الدفن ده دفن غير شرعي. ليه؟ لأنه لم يمنع الرائحة، واخد بالك؟ دي أول حاجة، لم يمنع الرائحة. وإن كان البناء منع إن تيجي حيوانات تخرج لكن ما منعش الرائحة، فلا بد من تغويته. واضح؟ عشان يمنع الرائحة كمان. يتصرف بأي ميكانيزم، بأي طريقة، بأي حاجة، مهندسين المسلمين يشوفوا كل طبيعة كل أرض ويعملوا لنا دفن يحقق لنا الغرضين دول عشان يبقى دفن شرعي. مش شرط يلتزم بوصف اللحد والشق زي ما وصفته، يعملوها بأي طريقة توصلنا للهدفين دول، انه هو يوارى فلا يرى ولا ينتهك حرمته بوحش من الوحوش او سارق من السراق. ما في ناس بتسرق الجثث وبتسرق دي اول حاجة. الحاجة التانية الا يشم الاحياء رائحته، يتفكروا تربة ايه بس، ما هو العظم ده المفروض يحفر ويحط تحت شق ويردم عليه، ما يحطش ده جنب ده جنب ده زي ما بيعمل، ما ده غلط. اسمها الفساقي، ذكرها الامام البيجوري، قال: واما الدفن في الفساقي كما يفعله اهل مصر فهو خطأ، ويجب على علماء مصر ان ينتبهوا لذلك وان يعلموا الناس كيف يدفنوا موتاهم. قالها كده الامام البيجوري. ما احنا قلنا بقى ان يتعمل اي ميكانيزم اخر، ان شاء الله تتعمل قبور طبقات فوق الارض تواري الرائحة وتمنع انتهاك حرمة الجسد، يعملوا اي وسيلة، يجوا العلماء والمهندسين والخبراء ويقعدوا يفكروا عشان نعرف ندفن موتانا صح. يا سيدي احنا في وجه بحري، انا لما بمر جنب المقابر بعربيتي ويكون عندهم دفن بقاله اسبوع بتشم رائحة كريهة جدا، دي حاجة معروفة، يعني مش بقول لك حاجة خيال، ده احنا عايشينها. فده خطأ، ده خطأ. يبقى الحمد لله كده دفننا. طيب اتباع الجنازة، قبل الدفن في حاجة اسمها اتباع الجنازة، ما جابش سيرته، نجيب سيرته احنا بقى. يبقى اتباع الجنازة ده سنة من السنن العظيمة، ولها أجر يوازي أجر صلاة الجنازة. كويس؟ واتباع الجنازة يكون للرجال بالإجماع. وهل النساء لها أن تتبع الجنازة؟ أغلب الفقهاء لا يجيز ذلك، إلا المالكية أجازوا للنساء أن يتبعوا الجنائز إذا راعوا الآداب الإسلامية، بحيث أنهم لا يخرج منهم صوت ولا نواح ولا يكونوا متبرجات ولا يختلطوا بالرجال ولا يزاحموا الرجال. إذا فعلوا هذه الشروط فالملكية لا يمنعوهم. الشافعي عندهم مكروه، والحنابلة عندهم حرام. واضح؟ اتباع الجنائز للنساء. إذا ظل اتباع الجنائز، ها؟ إذا ظل اتباع الجنائز بنمشي بطريق مختلف، ياخد أجره ولا بيروح عليه أجره؟ أنت طالما مع الله خلاص، بيقول لك هو بيتبع الجنازة وتاه منهم، خلاص على نيتك. ربنا رب نوايا وقلوب. هنقرا الكلمتين اللي هتلموا. الشيخ هنا بيقول ايه: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة، واللحد بفتح اللام وضمها، اللحد واللحد وسكون الحاء، ما يحفر في اسفل جانب القبر من جهة القبلة قدر ما يسع الميت ويستره. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن صلبت الأرض. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ونحوه،
ويوضع الميت عند مؤخر القبر، وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة، وهي ويسل من قبل رأسه، أي سلا برفق لا بعنف، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. يبقى ايه القامة والبسطة؟ البسطة اللي هي ما ترفع ايدك كده، والقامة طولك مع البسطة. ويكون الإضجاع مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، فلو دفن مستدبر القبلة أو مستلقيا يعني على ظهره بالظبط نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير. ويسطح القبر ولا يسنم، يعني معناه أن القبر يكون مرتفع ومسطح ولا يسنم. ده عند الشافعية اختيارهم ألا يسنم، المالكية ويسنم القبر ولا يسطح. لو بتقرأ كتب الملكية تلاقي العكس، يقول لك ويسنم القبر ولا يسطح. ولا يبنى عليه، ممنوع البناء عليه إن كان في قيود هنا بقى تعرف، لا يبنى عليه إن كان في قبور مسبلة حتى لا يضيق على الناس. إن كان مقبرة عامة مسبلة فما تجيش انت قبر بقى تبني عليه تضيق على الناس، لكن لو ارض مملوكة هو حر لملكه يبني بقى زي ما هو عايز. طب ما النبي دفن في بناء وهي حجرة ستين عايشة، مش كده برضه؟ بس ده ملكه. انما لا يبنى عليه ان كان في ارض مسبلة. واضح؟ طب المنزلة والقبة، القبة دي بقى ده اذا كان في ارض ملكك اعمل اللي انت عايزه، ده ملكك. انما في ارض مسبله ما جيش انا اقتطع حته ارض وهي مش ملكي واحوطها، واخد بالك، وابدي على الناس ودي ارض مش ملكي. هل هي بتعمل حاجه للميت؟ لا ابدا، بس هي الفكره علشان الناس تعرف المكان تيجي تزوره ويحدد الملكيه ان كانت ارض مملوكه. بيحدد الملكيه، انت رحت اشتريت في ارض القبور 80 متر عشان تقبر ايه عيلتك واهلك فيها، فعشان تحدد ملكيتك بتبنيها، تبني جدار، وعشان تمنع المطر انها تبوش القبور تعمل سقف، تعمله انت قبة تعمله سقف انت حر، اللي هو حوش يعني حجرة يعني لا شيء فيها طالما في المملوكة، طالما ارض مملوكة لا شيء فيها. اما ان كانت ارض مسبلة فلا يجوز للتضييق الا ان كان صالحا مشهور بالصلاح، فلو كانت حتى مسبلة يبنى عليها ليسهل التعرف عليه وزيارته والتبرك به، كقول كل علماء المسلمين، وهو غريب على علماء هذا العصر لانتشار المذهب الوهابي الذي يمنع زيارة الصالحين وقبور الصالحين ويعتبرها شرك، لكن نص على ذلك فقهاء المسلمين. تقرا كتب الاحناف يقول لك كده، تقرا كتب الشافعي يقول لك كده، تقرا كتب المالكيه يقول لك كده، تقرا كتب الوهابيه يقول لك عكس كده. الوهابيه دي في السعوديه؟ الوهابية ده مذهب نشأ في السعودية لكن انتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي بسبب إيه المطبوعات والقنوات الفضائية والعمل في الخليج وتوزيع الكتب والمنشورات بتاعتهم على كل حج ومعتمر، فأصبح يعني إيه يعني مرض منتشر. يعني زيارة المعارف بالله والأولياء سنة، يسن، هيقول لك اهو ان يسن زيارة القبور المسلمين، يسن سنة مؤكدة للرجال، يسن سنة مؤكدة للرجال ان يزور القبور. طب يعني القبور دي يعني قبور ايه؟ يعني هيزور قبور الكفار يعني؟ يعني هيزور قبور المسلمين. اذا كان قبور المسلمين العوام يسن، يبقى الصالحين من باب اولى، يبقى يسن في الصالحين من باب اولى. الرسول كان بيزور البقيع مرتين في اليوم، وكان بيزور شهداء احد مره كل اسبوع، ادي الرسول لو عايز السنه. طيب دي افهمها. انما الوقت طلع ناس بيتباهوا ان هم ما بيزوروش النبي في قبره وهم ساكنين في المدينه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت. نهاهم عن زيارة القبور أولا لأن ما كانش فيه لسه قبور مسلمين ماتوا، كان قبور مشركين أبائهم، فنهاهم عن زيارة القبور. هيروح يزور المشرك لما مات الصحابة واستشهدوا وبقت ليهم مدافن، النبي كان يكثر زيارتها وأمرهم بزيارتها، فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم بالموت. والاثنين، لأن النبي كان بيروح القبر بيعمل إيه هناك؟ مش بيدعي لنفسه ولا بيدعي الميت بس؟ ليه النبي كان بيقول إيه لما بيزور القبور؟ اللهم اغفر لنا ولهم، يبقى بيدعي لنفسه. يبقى معناه انك انت بتزور القبر بيدعي لنفسك هناك ليه؟ لان الدعاء هناك مستجاب ارجى للقبول. الدعاء عند القبور ارجى للقبول. لماذا؟ لانه دار حق، وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة، والنبي كان يدعو عند القبور ويقول اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجراهم واغفر لنا ولهم. يبقى مش بيدعي لهم، ده رايح يدعي لنفسه وهم معاه. يبقى اللي بيزور القبور ويدعي عندها هو ده اللي ماشي على السنة. وكلما كان القبر الإنسان ده صالح كلما كان أرجى للقبول. عشان كده ليه بنزور النبي؟ أصلح الخلق. وبنزور معاه مين؟ أبو بكر وعمر، أصلح الصحابة وأفضل الصحابة. والنبي كان بيزور البقيع، وكان ستنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلما نزل المطر عند أحد تذهب ترمم قبر عمها حمزة، عم أبيها حمزة بإيدها. كل ده في العصر النبوي، ما كانش لسه المذهب الوهابي طلع. يعني الصحابة ما كانوش وهابية، ولا النبي كان يدعو لهذا المذهب الغريب. المذهب الغريب ده نشأ في أذهان بعض الناس، ظنوا أن الذي يدعو عند القبر بيدعو صاحب القبر، ظن منه أنه إله. ما حدش بيعمل كده، ده احنا بنروح نزور ميت وربنا حي. ايه التشابه؟ ايه وجه الشبه؟ ايه الشبهة اللي عندك؟ إذا كان ده ميت وربنا حي لا يموت، إذا كان ده عبد وربنا خالق، فإيه الشبهة اللي نشأت عنده؟ وهم، هلوسة نشأ عنه. فمنع سنة وهي زيارة الصالحين وزيارة قبور المسلمين والتبرك بهم والدعاء عندهم والاستفادة بقبول الدعاء عند قبور المسلمين. هذه كل الحكاية. فهنا ويسطح القبر ولا يسنم ولا يبنى عليه ولا يجصص، يعني ما نستعملش أشياء في القبور مستها النار، لأن ده يؤذي الميت. الجص ده عبارة عن جبس اتعمل في النار، فلا يؤذي الميت. تيمنا يستحسن استعمال اللبن والحجر الحجر العادي والحاجات دي، علشان الرخام ينهى عنه بالرغم انه حجر طبيعي. ليه؟ لانه فيه بذخ، فيه نوع من البذخ. ويجوز كتابة اسم المقبور على قبره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكتبوا عليها، يقصد ولا تكتبوا عليها يعني قرآن فيوطأ كويس، أو ولا تكتبوا عليها يعني في القبر ذاته مش على باب القبر حتى يعلم من المقبور. واضح؟ ففي معهم ناس لا تكتبوا عليها، ما تكتبش عليها حاجة خالص. طب ومنين أنا هعرف إن ده قبر جدي ولا قبر أبويا ولا قبر؟ ما لازم أكتب عليها عشان أعرف. واضح؟ يعني اللي عليه المسلمين الآن في قبورهم بيشتروا حتة أرض ويبنيها ويدفن ليها ويحط رخامة ويكتب اسمه واسم أهله واللي خلفوه، كل ده سنة فاش حاجة. واخد بالك؟ لا، هم عايزين أول ما ينتصروا ويمسكوا السياسة عايزين يخشوا على قبور المسلمين يهدوها ويفجروا الأضرحة ويعملوا إيه العداوة العجيبة اللي بينهم وبين الموتى دي؟ مش عارف بينهم وبين الموتى عداوة غريبة الشكل. أي قبر عبد من دون الله؟ لا يوجد قبر عبد من دون الله في وسط المسلمين. لو كان في قبر حيعبد يبقى قبر النبي، وقبر النبي معصم خلاص. إيه المشكلة يعني اللي عندهم؟ مش عارف، يقولوا كده.
ويسطح القبر ولا يسنم ولا يبنى عليه ولا يجصص، أي يكره تقصيصه بالجص وهو النورة المسمى بالجير. ولا بأس بالبكاء على الميت إذا كان البكاء بغير صوت ولا نواح، لا بأس، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال كده النبي لما مات ابنه إبراهيم. أي يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعد، وتركه أولى. يعني لو قدرت تمسك نفسك وما تبكيش أمام الناس حتى لا تفزع الناس وتقلل صبرهم لا بأس، لكن لو غلبك البكاء خلاص معلش، لكن ما تروحش ايه تتباكى وتشتغل ايه زي الندابة، لا كده ما يصحش. ويكون البكاء عليه من غير نوح، يعني اي رفع صوت بالندب، ولا شق ثوب، وفي بعض النسخ جيب بدل ثوب، والجيب طوق القميص. كويس. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة اللي بترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة اللي بتحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة اللي بتشق ثوبها عند المصيبة. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ولعنه، وهو من الكبائر. أما النساء فلها أن تزور القبور أو لا تزور القبور. عند الشافعية يكره إن كانت ضعيفة الصبر ولا يحرم، وعند المالكية يجوز إن راعت الآداب، ويستحب لقبر النبي والصالحين والأولياء بالإجماع عند الكل بقى. إذا كان صالح أو ولي أو نبي بالإجماع عند الكل تروح الستات والرجال. طيب قبور الأقارب بقى، النساء لو ما بيتحملوش وصبرهم قليل الشافعي يقول لك مكروه، ما تروحيش يا بنتي اقعدي احنا هنروح. وما يقول لها اقعدي بيقول لها على سبيل ايه؟ انها هتعمل مكروه مش حرام، يعني لو صممت خدها معاك ما يجراش حاجه. واضح. والملكيه يجيز. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وجد امراه تبكي، الحديث في مشهور، فقال يا امراه اصبري، وما قالهاش ايه اللي جابك، قال لها اصبري وما قالهاش ايه اللي جابك، فدل على ايه؟ اقرارها ان تزور القبر، ولكن نهاها عن ان تجزع. فقال اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، فانصرف فقالوا لها ويحك انه رسول الله، فجريت خلف النبي وكانت لا تعرفه، فقالت اصبري رسول الله، فقال الصبر عند الصدمه الاولى، ولم يقل لها لما زرت القبر. فدل على ان زياره القبور عموما للمسلمات جائزة إذا راعوا فيها الآداب. والله تعالى أعلى وأعلم. معلومات غريبة في زمن غريب، وبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ للأسف. الثقافة العامة على خلاف ما نقول، وهذه أحكام الدين، والثقافة العامة مخالفة لأحكام الدين. وصدق رسول الله، بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ صلى الله عليه وسلم. ويعزى أهله، التعزية سنة، ويعزى أهله أي أهل الميت، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إلا الشاب، فلا يعزيها إلا محارمها. والتعزية سنة قبل الدفن وبعد، إلى ثلاثة أيام من بعد دفنه إن كان المعزي والمعزى حاضرين، فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية لحضوره. يعني أنا عرفت أن أبو واحد صاحبي مات وأنا كنت مسافر، جيت بعد شهرين اروح اعزيه لان انا كنت غائب ساعتها، لكن طالما انا حاضر يبقى اعزيه في خلال الثلاث ايام الاولانيه وخلاص. واضح. وشرعا التعزيه لغه التسليه لمن اصيب بمن يعز عليه، وشرعا الامر بالصبر والحث عليه بوعد الاجر والدعاء للميت بالمغفره وللمصاب بجبر المصيبه. ولا يدفن اثنان في قبر واحد الا لحاجه، يعني عند ضيق الأماكن وكثرة الموتى ممكن ندفن اثنين وثلاثة في قبر واحد كضيق الأرض وكثرة الموتى. ولا يجمع بين رجل وامرأة في قبر واحد برضه إلا لضرورة شديدة، أما إن كان في محرمية فلا بأس. لا يجمع بين رجل وامرأة في مكان واحد إلا لضرورة شديدة، ولو طفل ذكر مع امرأة برضو ما يجمع إلا لضرورة شديدة ضيق الأماكن. إن المرأة تتأذى في حال حياتها إن حد ينام جنبها،
في حال حياته، فبرضه قبرات الداي ما يؤذيها حية يؤذيها ميت، لكن لو دفنتها جنب أبوها جنب أخوها ماشي، يبقى الكراهة تزول شوية. ليه؟ لأن جنب محارمها، إنما ما تدفنهاش جنب رجال أجانب ما يعرفوهاش ولا تعرفه تأذيها، إلا لو كانت ضرورة. يعني إيه؟ يعني بقى في وباء وحرب وكل يوم عندنا ألاف القتلى وألاف الموتى مش عارفين نصنف، يبقى معلش هنا الضرورة بقى، والضرورات تبيح المحظورات بقيود. والله تعالى أعلى وأعلم. ويبقى كده الحمد لله انتهينا من هذا الجزء، ونقف على كتاب أحكام الزكاة طبعا في سؤال القبر وفي عذاب القبر ونعيم القبر، وإن الميت يسأل في قبره. قلتها الدور اللي فات، انت مش كنت حاضر؟ نغمضه ونربط جسمه ونفك الثياب اللي هي من خنقاه ونغطيه، مش قلنا الحاجات دي دور اللي فات؟ ها؟ مش شرط توجهوا الابل، نايموا على سريره ما تقلقوش، بس تربط الفك علشان ما يفتحش وتغمض عينيه. ما حكم قراءة القرآن في التعزية المأتم؟ لا بأس، انت جمعت الناس جايين يعزوك تشغل لهم ايه؟ عايز تسمعهم ايه؟ قول لي بس، يعني اقترح كده نسمعهم ايه؟ يعني اللي هو طب لو ما فيش قرآن هنسمعهم ايه؟ ها؟ هيقعدوا يرغوا، واحنا عايزين تبقى عظة، وما فيش اوعظ من القرآن، وما فيش اجمل من القرآن عظة للحي وللميت، فلا بأس. اتفق المسلمون على هذا، ولا بأس المسلمين ما يجتمعوش على حاجة ويقعدوا الا يسمعوا كلام ربنا في الفرح والمأتم وفي كل حاجه، ده كلام ربنا جميل لا بأس. لكن المكروه انه يسمع القرآن ويشرب سجاير، يشرب يسمع القرآن ويقعد يتكلم ما يطيعوه، ده المكروه. حكم صلاة الغائب، وهل تجوز منفرد تعا؟ صلاة الغائب يعني على ميت غير حاضر، ويجوز منفرد. هل يتم رفع اليدين في تكبيرات صلاة؟ قلناها، قلتم سيادتكم ان الغسل يتم من فوق السترة، هل يتم غسل السوأتين من فوق السترة؟ هو بيبقى حاطط سترة على ايده جوانتي بيحطها من تحت السترة وينظف، فهمت؟ ادي الطريقة، فبرضه من سترة، واضح؟ مش لابس جوانتي او لافف ايده بخرقة بس. الاسواب متساوية طولا وعرضا، يعني ما احنا قايلين كده. تحين اوقات تجمع المسلمين في الصلوات وحضور الاولياء حتى لو خيف من التغير. لا، لو خيف من التغير لا ما ننتظرش، احنا اكتشفنا انه ميت اصلا وفي حجره مقفوله وكان ميت بقاله اسبوع وهيبتدي يتعفن، ما اقعدش انتظر بقى، واضح؟ يبقى لو هيحصل تغير يبقى ما ننتظرش. هل يجب ان يكون ارتفاع اللحد الرفل يكون على جنبي فقط ام يكفيه وقت جلوسي للسؤال؟ خد بالك ان الجلوس والحركة في القبر لا تحتاج حيز، لا تحتاج حيز، لان عالم القبور كعالم المنام تتحرك في غير حيز، عالم القبر كعالم المنام تتحرك في غير حيز وفي غير مكان وفي غير زمان. النائم، انت وانت نايم وحلمت انك رحت حجيت، مش سافرت وتحركت، عانيت خدت تأشيرة نزلت تحجز في الطيارات وما حصلش، ده انت لقيت نفسك على طول بتحج وبتطوف، صح ولا لا؟ وانت نايم يبقى بتتحرك في غير حيز، واضح؟ فعالم القبر كعالم المنام يتحرك فيه الانسان بغير حيز وبغير زمن، لا يرتبط بزمن، فممكن وانت نايم تشوف سيدنا رسول الله بينك وبينه 14 قرن تشوف، وتشوف الصحابة، وممكن تشوف يوم القيامة اللي لسه ما حصلش، وممكن تشوف نفسك في الجنة، واخد بالك؟ مش ده كله بتحصل منامات وانت قاعد نايم في السرير، ما فرقتش سريرك لكن تحركت في غير حيز واخترقت حاجز الزمن الماضي والمستقبل، مش يحصل ولا لا؟ والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فجعل الموت النوم أخو الموت. طب النصر يوم حديد بالنسبة من الحدة،
نظر الميت حديد أي من الحدة، يعني يرى الماضي والحاضر والمستقبل وهو في حال قبره، لأنه في دار الحق فلا يغيب عليه شيء. خلاص المشكلة ان احنا بنحكم على حياة القبور بطريقة حياتنا احنا الدنيوية، وده غلط. حياة القبور لها اسلوب مختلف عن حياة الدنيوية. حياة اكمل من حياة الدنيا لانها لا تفتقر لحيز ولا تفتقر لقيود زمان ولا مكان ولا الطعام ولا الشراب ولا تتعرض للعوارض البشرية، يعني لا يمرض ولا يصدع ولا يتعب ولا عايز. يبقى حياة ارحب واقوى واعلى. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما ستنا فاطمة دخلت وهو يتألم في فراش الموت قالت وكرب أبتاه، قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب ده على الأحياء بس، بعد الوفاة انتهينا كله بقى راح. إذا كان صالحا مؤمنا مات على الإسلام، واضح، وكله عذاب وعناء. إن كان كافرا مات على الكفر. السعادة كل السعادة أن نموت على الإسلام، والراحة كل الراحة أن نموت على الإسلام. بس هي دي المسألة. حسن الخواتيم. ما حكم انتقال الميت من البلد في البلد الأجنبي إلى وطن الأصلي ولو كان بعيدا؟ يجوز لو أوصى الميت أن يدفن في مكان بعيد، له أن ينفذ وصيته إن كان نقله لا يؤثر على تغير حاله، أو لا يوجد قبور للمسلمين في هذه البلدة، واخد بالك؟ فيبقى يتنقله. لماذا تزاد بركاته بعد السلام في الجنازة؟ تيمنا بالبركة، لأن عايز تحل البركة على الميت تيمنا. ولو قلتها في الصلاة العادية بركاته ما يجرش حاجة، لكن دي اختيارات مذهب، دي اختيارات مذهب وليس فيها أمر يجوز ولا لا يجوز، اسمها اختيارات مذهب، أفضل وغير أفضل. بس كيف نأتي الخشوع في الصلاة وسائر الأحوال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم، والذين هم، يبقى توصل للخشوع إذا تركت اللغو في خارج الصلاة. تقلل اللغو واللهو خارج الصلاة تدخل الصلاة قلبك مجموع، إنما طول ما أنت في خارج الصلاة قاعد تتفرج على التلفزيون وتهزر مع الناس وتقعد على القهاوي وتتنطط هنا وهنا، تيجي تصلي تلاقي نفسك مش عارف تخشع. يبقى تقلل اللغو خارج الصلاة تخشع في الصلاة. وكيف تتجنب الكبر؟ تتجنب الكبر انك تعرف انك انت تراب، ابن تراب، عايز ايه؟ لا تملك شيء لا لنفسك ولا لغير. واحد تراب ابن تراب هيتأمى على تراب ابن تراب قدامه؟ ما كلنا حاجة واحدة، كلنا لآدم وآدم من تراب. اعرف حقيقتك ما تتكبرش. ان كان الميت في التلاجة بالمستشفى يسن الماء الدافئ؟ لا يا سيدي، الماء الدافئ اللي هو قلت لك ما يبقى ساخن، يعني يبقى ماء فاتر زي كأنك بتحمي طفل صغير. هل يجوز الصلاة على الميت مرتين؟ يجوز تكرار الصلاة على الميت. كيفية صيغة النية عند صلاة؟ اللهم نويت صلاة فرض الجنازة على من حضر من نوات المسلمين، هذه النية، نويت صلاة فرض الجنازة. نويت صلاة فرض الجنازة على الميت الحاضر. انت عايز تقول اسمه ورقمه القومي يعني؟ لا 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 لا. ايوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلي اللهم وسلم وبارك. وبيعملوا موائد اكل وكده على الميت؟ يجوز يا سيدي، لان يجوز الصدقة وصولها للميت، يجوز وصول الصدقة ثواب الصدقة للميت، ما فيش حاجة. حوادث مرضى الكبد. حوادث مرضى الكبد. حوادث ومرضى الكبد اللي فيه دم على طول بيخرج، هيحط قطن، ويحط قطن، يحط قطن على الاماكن اللي بيخرج منها الدم، يوم القطن بيوقفه. لا بيوقف في الاخر، احنا حضرنا كتير حاجات زي دي، لما يصبر عليه بيوقف في الاخر. يجوز ان نحط شنطه؟ ويجوز رباط كمان. احيانا مكان أنا
لكن في علاقة